تخيلتم يوما أن تقترح عربة التسوق عليكم منتجات يتعين عليكم شراؤها؟ أو أن تتقاضى هي الفاتورة مثلا بدلا من الوقوف في طوابير الانتظار أمام الصناديق؟ كل ذلك وأكثر بات فعليا في متناول اليد. لا بل إن بعض المتاجر في العالم بدأت فعلا باستخدام عربات التسوق الذكية لتخفيف الازدحام في زمن كورونا. فهل غيرت الجائحة مفهوم التسوق إلى الأبد؟ لنعرف أكثر ونجيب على هذه الأسئلة عن مستقبل تجارة التجزئة والذكاء الصناعي في زمن كورونا، معنا الخبير في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي السيد رودي شوشاني من جبيل في لبنان. طبعا ابقى معنا سيد رودي، سنعرف أكثر عن إمكانات العربة الذكية هذه في هذا العرض. مجددا ترحب بك سيد رودي شوشاني. تباعد، كمامات، تعقيم، هذه كل اجراءات تتخذها كل يعني الاسواق وكل المحلات. لماذا اللجوء الى هكذا خطوه بعد كل هذه الاجراءات؟ ما الهدف؟ اليوم بدنا نشوف نحن جائحه كورونا سرعت كثير قصص من الخدمات للتطبيقات وطريقه العمل وحتى السلوكيات اليوم البشريه تغيرت. هون قوة التحول الرقمي بهالعصر نحن الصناعة الرابعة بنشهده، بلشنا نشوف حتى المكننة، رح نشوف بعد أكثر بالذكاء الاصطناعي وتشغيل آلي وروبوتات وعم بتغيرنا حياتنا. اليوم مع الكوفيد مع الكورونا هالتباعد اللي صار والخوف من الآخر خلتنا نعمل نحن نوع من ابتكارات جديدة اللي هي اليوم ما هن بلشوها إذا بدك خافوا منها الشركات السوبر ماركت الكبار، لأنه فاتت جوجل شيء اسمه فاتت أمازون شيء اسمه أمازون جو، بلشت كشركة هي تكنولوجية فاتت بمضمار السوبر ماركت والمحلات البقالة وغيرها، خافوا هون سرعوا. اليوم إذا بناخد مثلا مثل جوجل وغيره أنه عنده 2800 متجر إلكتروني بأمريكا، يعني شيء كتير كبير، خلته اليوم تساعد والخوف العالم وهيدا كله يتقدموا أكثر بكتير بالطرق اللي عم بيتقدموا وعبر استعمال الروبوتات واستعمال المكننة اللي عم نشوفها نحن اليوم. يعني هي كانت ستكون ضمن المسار الطبيعي للتطور حتى من دون كورونا، لكن كورونا ساعدت في أنها تكون قبل وقتها. صحيح صحيح، ساعدت ودفشت نبلش نفكر بعد على اليوم. كان التصور انه ب 2030 الروبوتات يكونوا معنا، سرعتها تتكون بالتصور بال 2025 ل 2024، يعني عم بتغيرنا التحول والنمو تبعنا بطرق كثير سريعه. طيب لكن يعني ما الهدف حقيقه منها؟ يعني من يلجا الى هذه العربات هو تلقائيا ذهب الى السوق وذهب الى هذا المحل، يعني الكل من سيتسوق سيكون موجود في هذا المحل، تختلف عن الروبوتات التي يتم توصيل بها أغراض إلى البيوت. هو الشخص ذهب يعني إلى المحل. ألم تكن كافية هذه الإجراءات ضد التعقيم والتباعد وغيرها حتى يعني أتت؟ أم في أهداف ربحية تستغل الجائحة الآن بمكان ما؟ يعني الكل موجود داخل المحل أو السوبر ماركت، ما الفائدة؟ اليوم وجود هالتكنولوجيا عم بتخفف حتى من وجود البشر مع العالم بالسوبر ماركت. اليوم وقت انت تاخذي هالتكنولوجيا كلها وانت تجيبي حيالله برودكت اللي عندك وتحطيه فيها وما ترجعي تشيليه اوتوماتيك، هو عم بياخذ
الكود تبعه عم يرجع يطلعه تيحطه ضمن السوبر ماركت، وانت بتطلعي بقلب السوبر ماركت ما شفتي حدا، في شخص اما شخصين بقلب السوبر ماركت. تخيل اليوم نحن بسوبر ماركت طبيعيه ممكن يكون فيها سوبر ماركتات الكبار 200 و300 شخص، اليوم نزلت لشخصين وثلاثه. بس الشغله المخفيه بهيدي هي اليوم عم ياخذوا نحن كمان النمط التسوق تبعنا. اليوم نحن التسوق تبعنا بالجائحة كورونا اختلف كتير وزاد، أول شيء بالشراء عبر الإنترنت، وثاني شغلة طريقة اللي نحن بنفوت فيها ونشتغل على. طيب كتير منيح سيد رودي عن هيدا الموضوع. هيدي تعتبر بمكان داتا عن الأشخاص، ممكن أخذ بيانات يعني لمعرفة الأهواء مثلا التي تكون في كل منطقة ومحيطة، ممكن أن يكون يعني فيما وراءها ما هو أكبر من ذلك. اليوم مثل ما قلت لك احنا بلشوا ياخذوا البيانات، يعني وصلوا لمحل ياخذوا معلومات بعد عنا اكثر، شو عم نشتري، شو عم ناكل، شو عم نلبس. يمكن بعض المحلات صار في عندهم داتا جديده، واليوم اذا بتشوفي هالداتا صار فيها تلحقك على الانترنت. طب كيف انا لحقتني اليوم عبر جوجل، واما عبر امازون، اما يمكن عاملين انتجريشن مع فيسبوك وغيرهم. هالداتا اليوم اللي حقها مصاري صار فينا نحن نستعملها ب 360 درجه عبر هالتطبيقات، وعم نبيع نحن كل هالمعلومات تبعنا تعرف نحن طريقة السلوكي نحن تبعنا كيف عم بيصير، وهيك بتقدر تاخد كل المعلومات. وطبعا الخوف نحن دائما تبعنا، من فترة صغيرة خفنا من واتساب موضوع البرايفسي والبيانات والتحديث. هلا اليوم وصلت معنا كمان على موضوع السوبر ماركت. ستكون قريبا برأيك يعني مع هذه الخاصية ممكن أن تكون قريبا في كل الأسواق؟ هي طبعا مكلفة، يعني تتكون بكل الأسواق بكل العالم لا، بس بدها وقتها. بعتقد بتاخد تتكون طبيعيا موجودة بكل الأسواق بدها كذا سنة بعد، بس بدك بلش تشهديها أكثر وأكثر. وهو بعمل لك منه شيء جديد، يعني أنا كنت أعمل شوبينج بهالطريقة بطريقة مختلفة بس أصغر، يكون في ناس بس ما في هالتطور كان الموجود اليوم من كذا سنة. فاليوم راحت طارت القصة. طيب ونفهم انه هي مستمره يعني بكورونا وبلا كورونا. بكورونا اما بلا كورونا، بس مش يعني رح تلغي الطرق اللي نحن رح نتعود لها العاديه، يعني نعم. مش انه رح يكون الطريق الجديده هي التصور، واما التسوق بهالطريقه على 100%، بس رح يكون فيها التطور هذا الموجود. رودي شوشاني استراتيجي في تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بهذا تكون اكتملت المشاهدية لهذه الليلة، نلتقي غدا عند الساعة 8 مساء. شكرا دائما لطيب المتابعة وإلى اللقاء.